طلاب السادس الاعدادي حبايبي الابطال، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم بالمحاضره الثانيه من المراجعه المركزه. هذه المحاضره طلاب حناخذ المجموعه الثانيه اللي هي المجموعه الاخيره من القواعد. طبعا بالمحاضره الاولى من المراجعه شرحنا المجموعه الاولى اللي كان بها 10 مواضيع قواعديه. هاي المحاضره حنشرح المجموعه الثانيه اللي ايضا تحتوي على 10 مواضيع قواعديه. وهاي المحاضرة احنا راح نخلص القواعد مال انجليزي كلها، اوكي؟ بعدها نبلش بالاشياء الاخرى. فطلاب روح ضبط المحاضرة الاولى، المجموعة الاولى، وتعال على المجموعة الثانية. بداية الامر يا طلاب، مواضيع المجموعة الثانية شوية اصعب من مواضيع المجموعة الاولى، فيحتاج تكون شوية مصحصح ومركز وهادئ حتى انا ياكم ضبط مواضيع المجموعة الثانية بشكل حلو ومرتب. اللي اريده من عندك في حال اذا انت عندك الملزمه تروح تجيب الملزمه والمراجعه يا طلاب، اوكي؟ وتخلينا نبلش بالمواضيع الخاصه بهذه المجموعه. طبعا اول موضوع حنبلش به ان شاء الله بالمجموعه الثانيه هذا هو موضوع الف الشرطيه. موضوع الف الشرطيه يا حبايب عندك رقم 11، يعني موضوع رقم 11 بالقواعد، اوكي؟ اللي موجود عندك بالملزمه. طلاب الإف الشرطية بالمحاضرات الأصلية أنا شارحها تقريبا 6 محاضرات، لأنه بها تفاصيل هواية شارح لك إياها من نص صفر، يعني باعتبارك أنت كلش ما تعرف عن الإنجليزي نهائيا. هاي دا أحكي لك على المحاضرات الأصلية. هنا إحنا راح ناخذ الملخص المختصر مال الكلام مالتنا شنو باو عليه بالإف الشرطية. أول شغلة لازم تفهمها شنو، بأنه بموضوع إف الشرطية طلاب راح يجيب لك جملتين. طبعا ممكن اف تكون بالوسط او ممكن اف تكون بالبدايه، يعني عندك بيها يا اما اف تلقاها بالبدايه او تلقاها بالوسط. هذا طبعا انا ما يهمني، يعني سواء كانت بالبدايه او بالوسط هذا شيء ما يهمني نهائيا. اللي يهمني هو شنو؟ اللي يهمني يا طلاب انه راح يجيب الوحده من الجمله، وحده من الجمل راح يجيب لياها مجهوله، يعني بها قوس. هاي الجمله المجهوله يريدني اصححها. هنا هو طبعا نهايه صح يقول لك كوركت. ايش حيقول لك؟ راح يقول لك صح. بالنهايه حيقول لك كوركت صح. انت يجيب لك القوس، سواء جاب لك يا هنا، سواء جاب لك يا هنا، سواء جاب هنا، سواء جاب هنا، ما يهمني اني. اني اللي يهمني يا طلاب شنو؟ دائما 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 تقول له شنو؟ تقول له نروح للجمله التي لا تحتوي على قوس، يعني الجملة المعلومة بين قوسين، يعني الجملة اللي هو كاملة ما بها قوس. هي هاي الجملة المعلومة راح تعلمنا على الحل. هي هاي الجملة ايش راح تعلمني؟ راح تعلمني على الحل. استاذ يعني شلون تعلمني على الحل؟ باو علي، خلينا نجي عليهن وحدة وحدة. طبعا انا مسوي لك اياها الغيمة الأولى وغيمة ثانية وغيمة ثالثة. الغيمة الأولى شو تقول لك؟ يقول لك يا طلاب إذا أنت أجيت بالامتحان ولقيت جملتين، واحدة من عندهن معلومة وواحدة من عندهن مجهولة، يعني بها قوس. أنا الجملة المعلومة إيش لقيتها؟ لقيتها مضارع بسيط، يعني بها إز، آر، آم، فعل بي إس، فعل مجرد، دونت، دزنت. معناها هنا شنو يا طلاب؟ معناها هنا الجملة مالتي مضارع بسيط. إذا الجملة مضارع بسيط، المضارع البسيط من يجوا وياه؟ يجوا وياه مستقبل بسيط. فإذا الحل ايش راح يكون عندي؟ بالمستقبل البسيط. زين استاذ؟ نعم. إذا كانت الجملة مستقبل بسيط، القوس بيش راح نحله؟ راح نحله بالمضارع البسيط. يعني إذا مستقبل بسيط شلون أحل؟ أحل مضارع بسيط. وإذا لقيت الجملة المعلومة الكاملة مضارع بسيط، راح أحل مستقبل بسيط. استاذ يعني شلون؟ يعني باو، هسه عندي جملة اف، هاي جملة وهنا جملة اخرى. اجيت انا هنا أنا لقيت مضارع بسيط، لقيت الجمله الكامله مالتي مضارع بسيط، هنا هو منطيق قوس. انت اجيت لقيت وحده من ذول الدلائل والمضارع البسيطه هنا أنا خلاص معناها الفعل الفاعل العفو الجمله صارت مضارع بسيط. اذا هاي مضارع بسيط معناها الجمله هاي اليمها ايش راح تكون؟ راح تكون مستقبل بسيط. اوكي، او ممكن يقول لك يا هنا أنا وحده من عندهن مستقبل بسيط بيها وول او كان او ماي او اختصار الول او الوونت. معناها هنا الجمله هاي ايش راح تكون؟ هاي الجمله راح تكون عندك مضارع بسيط. تشوف يعني المضارع البسيط يجي المستقبل البسيط. اوكي زين،
عندنا بعد شنو؟ عندي الماضي البسيط، اذا جملة اجت لقيتها ماضي بسيط فمعناها ويا من راح اخذها، راح اخذها بالمستقبل بالماضي. واذا لقيت الجملة مستقبل بالماضي اذا الحل مالتش راح يكون، راح يكون ماضي بسيط. وطبعا الماضي البسيط شلون اعرفه؟ انا اعرفه اذا القى was where فعل بي ايدي او فعل شاذ او didn't، وحده من ذولي معناها الجمله مالتي هنا شنو؟ معناها هنا الجمله ماضي بسيط. فالحل ايش راح يكون؟ راح يكون مستقبل ماضي. والمستقبل بالماضي سهل جدا، نخلي would ونكتب الموجود داخل القوس او الفعل المجرد. اذا لقيت مستقبل بالماضي would فعل مجرد فمعناها الحل راح يكون شنو عندي؟ راح يكون عندي ماضي بسيط. اوكي يا طلاب، حلو زين. اذا اجيت ولقيت الجمله مالتي المنطين ياها ماضي تام، الجمله الكامله ده احكي لك يا طلاب، فالحل راح يكون would have تصريف ثالث او wouldn't have تصريف ثالث. طبعا ال would have تصريف ثالث اذا كانت الجمله شنو عندك؟ مثبته. ال would wouldn't have تصريف ثالث اذا كانت الجمله مالتك شنو؟ منفيه. هسه راح نجيهن وحده وحده. باو انا كاتب لك طريقه الحل الملاحظات اللي حكيناها، نروح على الجملة الكاملة المعطات ومن خلالها راح تعرف يا غيما جاوب. شوف هسه راح نجيهن وحدة وحدة، باوع وياي. طبعا انت صح فقط القوس، صح شنو؟ بس القوس. نجي على الجملة الأولى. الجملة الأولى ايش يقول لي؟ دي يقول لي if you are offered a place at Carnegie University you accept it. اجيت هنا هاي جملة معطات، معطات هذه مطلوبة، أنا ما لي علاقة بالجملة المطلوبة، أشوف المعطات شنو؟ إيش لقيت بها؟ لقيت بها R، والR معناها مضارع بسيط. إذا الحل راح يكون شنو هنا؟ أنا راح يكون عندي مستقبل بسيط. المستقبل البسيط فقط تخلي والله وتكتب الموجود داخل القوس بس. أوكي، وتخلي علامة استفهام إذا موجود علامة استفهام، تخلي نقطة إذا موجود أنا. أوكي أستاذ ما أفتهم، تعال على الجملة الثانية. اجيت هنا أنا. If Noor go to the shop tomorrow I won't have to go. عندي هنا أنا won't. won't يا شباب معناها مستقبل بسيط، احنا عندنا ال won't ال will اختصارها، معناها هنا أنا مستقبل بسيط. والمستقبل البسيط من يجي ويا؟ يجي ويا مضارع بسيط. اوكي اوكي، فاذا هاي الجملة ايش راح تكون؟ راح تكون مضارع بسيط. واحنا نعرف وانت تعرف واني اعرفك ان نعرف المضارع البسيط اذا مثبت لو نضيف للفعل اس لو يكون مجرد وحسب الفاعل. اكتب هذا الحكي اللي بدي احكي لك اياه، لو نضيف اس للفعل لو الاس لو نزل نفس ما هو مجرد. الفاعل مفرد يعني نضيف اس، اذا الفاعل جمع يبقى نفسه. اوكي، فهنا انا جوش راح تصير، راح تصير عندك جوش، تضيف لها ضيف لها اس. اوكي زين، روح على غير جملة، ركزوا وياي. He be more attractive if he shaved his beard off. زين، هنا أنا اجيت على هاي الجملة الثالثة، الجملة الثالثة ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي يابا هاي قوس معليبي، روح على الجملة المعطاط الكاملة. الجملة المعطاط الكاملة ايش لقيت بيها؟ لقيت بيها الفعل shaved، فعل ماضي. معناها هذا إذا لقينا فعل ماضي معناها مستقبل، العفو معناها ماضي بسيط، فالحل إيش راح يكون؟ حيكون عندك مستقبل في الماضي. والمستقبل بالماضي تحط ود وتكتب الموجود داخل القوس اللي هي بي، ونقطة وينتهي عندنا الحل. نروح على الجملة اللي بعدها. زين، الجملة اللي بعدها شي يقول؟ يقول if I have my own car I would take my friends on a picnic every day. زين، هنا أنا اجينا لقينا اختصار الود، معناها اختصار الود شوف شنو معناها؟ مستقبل ماضي. فالحل ايش راح يكون؟ راح يكون ماضي بسيط. واحنا نعرف ان الماضي البسيط يا شباب لو ايدي لو شاد، الهاف بالماضي البسيط تصير عندك هاد، لانه شنو؟ لانه تعتبر شاذ. اوكي، ايش نعتبرها؟ نعتبرها شاذ. زين، نروح على الجمله اللي بعدها. شو تقول الجملة اللي بعدها؟ تقول if Noor not get alone he wouldn't have been able to buy a car. wouldn't have been، wouldn't have تصريف ثالث، هذا هاي الصيغة. إذن معناها اللي جوها من هو راح يجوها ماضي تام، والماضي التام لو had لو hadn't. أنا هنا عندي من في فش الصير الصير hadn't، والفعل تصريف ثالث يصير عندك got hadn't got. زين، روح على الجملة اللي بعدها.
الجملة اللي بعدها شو تقول؟ تقول يابا ستة، رقم ستة عندك شو تقول؟ تقول if you had stayed in bed and rested you get better more quickly. had stayed هنا أنا عندي had stayed شنو؟ ماضي تام، لأنه عندي had تصريف ثالث فمعناها ماضي تام. إذا الحل راح يكون وين؟ راح يكون would have تصريف ثالث أو wouldn't have تصريف ثالث. هي مثبت، إذا would have تصريف ثالث، فراح أخلي الود هنا والهاف وراها تلحقها، والفعل شو تسوي؟ لتسوي بالتصريف الثالث would have تصريف ثالث. زين، عد الجملة اللي بعدها راح لك يا هنا، هي محلولة بس حتى ما أقلب الصفحة. if I don't pass the high school exam this year I take it again next year. I don't، عندك don't معناها مضارع بسيط، فالمضارع البسيط منو حيجي وياه؟ حيجي وياه مستقبل بسيط، والمستقبل البسيط انت مغمض حط ول واكتب الموجود داخل القوس. If my plane not leave on time I will miss my connection this afternoon. طبعا هنا عندك اختصار الول، شوف لي اياها، هذه معناها مستقبل بسيط، والمستقبل البسيط من يجي وياه؟ يجي وياه مضارع بسيط. المضارع البسيط في حالة النفي لو don't لو doesn't. my plane مفرد فتاخذ شنو؟ تاخذ doesn't، والفعل ينزل مجرد نفس ما هو doesn't leave. اوكي، هاي ثمانية. نجي عليه من على التاسعة. التاسعة شو تقول لك؟ تقول لك if I were you I study hard. if I were you عندي هنا شنو؟ عندي ال where معناها ماضي بسيط، والماضي البسيط من يجي وياه؟ يجي وياه مستقبل ماضي. مستقبل ماضي تخلي الود وتكتب الموجود داخل القوس. زين، نجي على الجملة العاشرة. الجملة العاشرة شو تقول؟ تقول يا بي if I not marry him أو I not marry him even if he was the last man on earth. عدي was معناها ماضي بسيط، فالحل يكون مستقبل بالماضي، والمستقبل بالماضي تخلي would وتكتب الموجود داخل القوس بس. أوكي أوكي، نروح على الجملة اللي بعدها. if I see him yesterday I would have told him your news. would have told معناها would have تصريف ثالث، وياها راح يجي ماضي تام، والماضي التام شنو؟ نخلي had والفعل نودي له تصريف ثالث. I had seen him. ونجي على الجملة اللي بعدها رقم 12 شو تقول؟ if I have money I would have studied medicine. حلو، would have studied، I would have studied، would have تصريف ثالث. فهاي الجملة راح تكون ماضي بسيط، والماضي البسيط عندنا العفو تكون ماضي تام وماضي بسيط، ماضي تام والماضي التام هاد، والفعل هب بالتصريف الثالث شي يصير الهاف يصير عندك هاد، فهاد هاد يصير عندنا. نجي على الجملة رقم 13. if anyone need advice about their application I will be here tomorrow to help. ما بيها شي عدي هنا شنو؟ عدي will اختصار العفو مستقبل بسيط، والمستقبل البسيط من راح يجي يا طلاب؟ المستقبل البسيط يجي يا مضارع بسيط. المضارع البسيط الفعل لو نضيف الاس لو شنو؟ ينزل مجرد. هنا نضيف الاس لان الفاعل anyone مفرد. اوكي، anyone somebody someone anybody كل هذول يعتبر فاعل مفرد، واضح؟ زين، نجي على الجمله 14 والاخيره. what would you do if you win a million pounds. 14 عندي هنا would do، would فعل مجرد، would يعني هنا مستقبل ماضي، والمستقبل الماضي من يجي وياه؟ يجي وياه ماضي بسيط. الماضي البسيط والفعل لو ايدي لو شاد، هنا الفعل شاد وين يصير عندك وون، او تخلي علامة استفهام لانه تابع علامة استفهام. هذا هو موضوع في الشرطية، مختصر الكلام نروح نحدد من خلال الجملة التي لا تحتوي على قوس، واضح؟ والجملة التي تحتوي على القوس راح تكون عكسها، مستقبل ماضي ديجا ماضي بسيط، مضارع بسيط هاي مستقبل بسيط، والعكس صحيح، would have تصريف ثالث ديجا ماضي تام، واضح؟ هسه بعد ما خلصنا موضوع الإف الشرطية صار الدور على موضوع عبارات الوصل. طلاب حبايب، موضوع عبارات الوصل من الثوابت بالامتحان الوزاري. طبعا في حال انت ما شايف الموضوع نهائيا قبل، انا راح اشرح لك اياه بطريقة مختصرة جدا.
إذا تريد تتابع الموضوع بشكل كامل وبتفاصيل ملاحظاته تقدر تروح على هذا الباركود، تمسح الباركود راح يطلع لك المحاضرة على قناة اليوتيوب تقدر تتابعه، أو ببساطة تكتب عبارات وصل الأستاذ هارون أحمد على اليوتيوب راح يطلع لك الموضوع بشكل كامل بالتفصيل المبين. أما إذا كنت أنت قبل قاري وفاهمه ومضبطة فعادي تقدر تفهم من خلال الشرح مع المراجعة، أو حتى إذا أنت كنت ما قاري قبل نهائيا وتصحصح أنت وياي شوية راح تضبط الموضوع من هاي المحاضرة أو من خلال هاي من خلال هذا الشرح. فطلاب هنا أنا شو تقول؟ تقول يابا فكرة الموضوع هو ربط جملتين بعبارة وصل مناسبة. بس شلون احنا نربط جملتين؟ انا مو راح يجيب لي جملتين بالامتحان، لان جملتين يقول لك يا بربطهن بعباره وصل. طبعا كلمه relative هي اللي راح تدليني على الحل، relative pronoun. اوكي، هاي كلمه relative هي المفتاح مال الحل. من يشوف كلمه relative خلاص معناها انا موضوع عبارات الوصل. طبعا انا عندي هنا ايش كم عباره وصل؟ عندي اربع عبارات وصل. عندي الهو وحده، الوش والذات ذني واحد. اوكي، يعني هنا اثنين صار عندك، واحد اثنين، والوير هي الثلاثة، والهوز الاربعة. ركز وياي ايش وقت نستخدم كل وحدة بيهن. شوفوا وياي، نطلع العبارة المناسبة من الجملة الثانية. يعني انا حتى استخدم العبارة الوصل المناسبة لازم اعتمد على الجملة الثانية يا طلاب، تحديد عبارة الوصل المناسب. ما لك علاقة بالأولى، الأولى عوفها، روح على الجملة الثانية. الجملة الثانية ايش لقيت بيها؟ لقيت بيها الضمير هي وشي، معناها هاي الجملة بيش راح تربطها؟ راح تربطها بهو. إذا لقيت هي أو شي معناها الجملة بيش راح تربطها؟ راح تربطها بهو. إذا اجيت بالجملة الثانية ولقيت it معناها الجملة هتربطها لو بوش لو بذات. نروح على الجملة الثانية، من خلالها راح نحدد عبارة الوصل المناسب. هي وشي معناها راح استخدم هنا أنا هو. الوجه والذات ايش وقت استخدمه؟ اذا لقيت عبارة العفو الضمير ات. اذا لقينا بالجملة الثانية there معناها راح استخدم where. اذا لقيت بالجملة الثانية his او her معناها راح استخدم هنا أنا هوز. هاي اول خطوة، نطبق الخطوة الاولى من خلال الجملة الثانية، نروح على الجملة الثانية نطلع عبارة الوصل المناسبة. عبارة الوصل المناسبة تعتمد على الجملة الثانية. جيب عبارة الوصل خليها على صفحة، تعال هسه شو نسوي؟ نطبق القاعدة. شلون نطبق قاعدة؟ حسب المكان للاسم الموجود بالجملة الأولى. شوفوا هنا الاسم وين موجود؟ اكو اسم بالجملة الأولى، شوفوا وين موجود، على أساس أنت راح تطبق القاعدة. شوفوا يا تعال، إذا الاسم بداية الجملة، يعني الاسم وين صاير؟ بداية الجملة الأولى. شلون هسه مثل عندك هاي سلوى، My uncle Albert، بداية الجملة الأولى. My grandmother، The university hustle، The book، كلها وين صاير الاسم؟ صاير بداية الجملة. شوفوا وياي شو راح تسوي انت هنا. أنا القاعدة تقول راح ننزل الاسم الموجود بداية الجملة الأولى، بعدها نخلي عبارة الوصل. طبعا طلاب عبارة الوصل اللي احنا حددناها من خلال الجملة الثانية، خلي عبارة وصل. بعد ما خليت عبارة وصل راح تروح تكتب الجملة الثانية كلها بدون الضمير، الضمير العائد على عبارة الوصل، يعني اللي انت من خلاله حددت عبارة الوصل. بعدها تكتب ما تبقى من الجملة الأولى. شلون يعني؟ تعال خلي أفهمك وياي. هسا انت عندك هاي الجملتين، هنا أنا راح أجيب لك الاسم بداية الجملة الأولى، هنا راح أجيب لك ضمير. أوكي، ضمير بالجملة الثانية. أول شيء أنت الاسم وين صاير؟ صاير بالجملة الأولى، بداية الجملة الأولى. أول شيء راح تجي تكتب الاسم، بعدين أنت عندك الضمير هي وشي، إيش راح تخلي هنا؟ راح تخلي هو. عندك it راح تخلي which أو that، عندك there راح تخلي where، عندك his أو her راح تخلي whose، وإلى آخره. بعدها إيش تكتب؟ تكتب الجملة الثانية كلها، هاي الجملة الثانية كلها بدون منو؟ بدون الضمير. ترجع تكتب هنا بس الضمير تحذفه من الجملة الثانية. ترجع تكتب النوب ما تبقى من الجملة الأولى وينتهي عندك الحل. تعال خلينا نفسخ هذا المثال. شوف هنا، سلوى wants to be an interpreter، she speaks three languages. سلوى تنزل، سلوى نزلناها. بعدها نروح نشوف منو عبارة الوصل المناسبة راح نستخدمها. حسب الضمير الموجود بالجملة الثانية ايش عندي؟ عندي شي، هذا الشي يحذف، نستخدم مكانه شنو؟ راح نستخدم مكانه هو. ف
فصير سلوى who speaks three languages. الجملة الثانية كلها كتبناها ما عدا الضمير العائد اللي هو الشيء، لأنه كتبنا مكانه وعوضنا مكانه. نرجع بعدها نكتب ما تبقى من الجملة الأولى wants to be أنتابتها. جملة ثانية my uncle Albert still rides a bike he is 86 هو عمره 86 سنة. تجي شو تقول له أنت هنا؟ أنا تقول له my uncle Albert، وهنا أنا عندك ال he ضمير العائد who، راح تجي تكتب مكانه وتكتب الجملة الثانية still rides a bike. اوكي who is، هذا الجملة الثانية كتبناها who is 86 still rides a bike. بعدها الجملة الثالثة my grandmother، يجي نكتبنا my grandmother الاسم بداية الجملة الاولى. طبق قاعدة عبارة الوصل من هو who، لانه عندي هنا أنا شنو عندي شيء تحذث خلينا مكانه. نجي نكتب الجملة الثانية بدون الضمير، الجملة الثانية كلها كتبناها بدون الضمير. نرجع نكتب ما تبقى من الجملة الأولى. رابعا the university hostel، تنزل نفس ما هي الاسم. بعدين من عندي أنا بالجملة الثانية عندي there، there أحذفها شو تصير بمكانها؟ تصير بمكانها where. زين أرجع أكتب الجملة الثانية كلها بدون الضمير العائد اللي هو there لأنه حذفناه، ونرجع نكتب ما تبقى من الجملة الأولى. زين بعدها the book was missing it has the information I wanted، ما يراد لها شيء. نرجع نكتب الاسم بداية الجملة، العفو اللي صاير بداية الجملة الأولى. بعدها نخلي عبارة وصل مناسبة، من عندي آني عندي it، it تحذف شي يصير بمكانها؟ يصير بمكانها ذات. بعدها أروح أكتب الجملة الثانية كلها بدون الضمير، ونرجع نكتب ما تبقى من الجملة الأولى. وهذا ينتهي عندك الحل في حال إذا كان الاسم وين؟ في بداية الجملة الأولى. زين إذا كان الاسم، هاي طبعا ملاحظة صغيرة، شي يقول لك؟ يقول لك الضمير it والthere لهم الأولوية بتحديد عبارة الوصل على باقي الضمائر في حال إذا لقيناهم ويا ضمير آخر. يعني مثلا أنت بالجملة الثانية تلقى هي وتلقى it، هنا الهي تعوفها ما عليك بيها، تاخذ على اليمن على it. يعني هنا راح نستخدم لو which، لو نستخدم شنو؟ ذات. استاذ مو لقيتي؟ حبيبي الهي ما عليها، هنا نعتمد على الات والذير لانه لهم الاولويه على الضمائر البقيه. اوكي اوكي هسه نجي ناخذ مثال. His car has broken down he bought it last month. نجي هنا شو نقول له؟ نقول له الضمير الاسم بدايه الجمله الاولى انزله بالبدايه. اجيت على الجمله الثانيه لقيت بيها هي ولقيت بيها ات، من راح احدد للحل؟ الات نحذفه نخلي مكانه واتش، واتش او من يحدد لي عباره توصل؟ ات نحذفه وش نخلي مكانه؟ خلي مكانه which. نرجع نكتب الجملة الثانية كلها بدون الضمير بدون الات. بعدها نرجع نكتب ما تبقى من الجملة الأولى. واضح؟ واضح. Bashir is going to buy a car very soon. He passed his driving test last week. عندك هنا شي يقول لك بشير؟ هنا شنو بشير يا طلاب؟ اسم، اسم عاقل. بعدها نشوف منو الضمير الموجود بالجملة الثانية؟ هي. الهي يحذف شي يصير؟ يصير عندك هو بمكانه. ترجع تكتب الجملة الثانية كلها بدون الضمير، كتبناها لحد كلمة last week. بعدها ايش بقى عندك؟ الجملة الأولى ما تبقى معدها تكتبه هنا وينتهي عندك الحل. أما في حال إذا كان الاسم وسط الجملة الأولى، وعادة بيش تبدي الجملة الأولى بالضمير I، من نشوف انت الجملة بادية بالضمير I معناها هنا الاسم صاير وين؟ صاير في وسط الجملة، يعني هنا وسط الجملة الأولى. أوكي فتجي هنا شنو القاعدة اللي راح تتبعها هنا؟ القاعدة اللي راح نتبعها هي شنو؟ هي نكتب ذا ونكتب الاسم اللي هو وسط الجملة النزلة، بعدها عبارة وصل مناسبة. عبارة الوصل المناسبة عرفنا شلون نحددها، نعتمد على الجملة الثانية فنستخدم عبارة وصل مناسب. هنا ايش راح تسوي؟ عفوا تجي تكتب الجملة الأولى بدون الاسم، يعني مو كتبت الاسم خليت عبارة وصل، ترجع تكتب الجملة الأولى بدون الاسم فقط، لازم يحذف. بعدين نروح نكتب الجملة الثانية بدون الضمير. واضح؟ يعني خطواتها تختلف عن خطوات الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا اسم بداية الجملة الأولى تختلف، شوف القاعدة هاي عن هاي تختلف. هنا نكتب الجملة الأولى نروح على الثانية، هناك نكتب الثانية يلا نروح على الأولى نرجع. واضح؟ فشو هسه نجي ناخذ أمثلة عندك. اكتبوا وياي. شنو الأمثلة شو تقول؟ ركزوا وياي.
يقول يا بمثال الأول يقول I always go to that garage for repairs. It was closed today. I always go to that garage for repairs. It was closed today. زين أنا إجيت هنا إيش لقيت؟ لقيت الضمير I معناها الاسم وين صاير؟ وسط الجملة الأولى. طبعا أنت عندك بالكتاب بس إني مثالين وأنا اثنين خال لك ياهم وأصلا إنه بس هذول يجون بالوزاري. فهنا أنا إجينا الجراج هو الاسم that garage اللي هو الاسم صاير وين وسط الجملة قلنا للقا. فهنا من تجي تكتب تكتب the garage مو تكتب الجراج تكتب the garage الذات تحذف طبعا خلي مكانها شنو خلي مكانها ذا. بعدها نشوف الضمير الموجود هو it بالجملة الثانية شو راح استخدم مكانه راح استخدم مكانه which. أرجع أكتب الجملة الأولى كلها بدون الاسم I always go to for repairs بعدين أروح أكتب الجملة الثانية بدون الضمير العاد لطيف لطيف. نجي على الجملة اللي بعدها ما افتهم ذي شخت ولا تعال على هاي I spoke to a lady on the phone. طبعا هنا يكون نقطة ما ناسي ما كاتب لك ياها I spoke to a lady on the phone she told me to call back later. عندي I فهنا شنو معناها الاسم صار lady the lady تخلي قبله the lady who ليش who لأن الضمير الموجود هو she فنخلي بمكانه شنو who who I spoke to on the phone told me to call back later. نكتب الجملة الأولى كلها بدون الاسم بعدين نروح نكتب الجملة الثانية بدون الضمير واضح واضح. زين إذا كان الاسم نهاية الجملة هنا ايش تلقى نهاية الجملة تلقى مرات has a. طبعا طلاب هنا شي يقول لك يقول لك إذا كان الاسم نهاية الجملة الأولى انتبه احنا هنا نعتمد لو بداية الجملة الأولى لو وسط الجملة الأولى لو نهاية الجملة الأولى. إذا نهاية الجملة الأولى شو تسوي الجملة الأولى كلها تنزل يعني شكو شي بالجملة الأولى ينزل بعدها تخلي عبارة وصل مناسبة بعدها تكتب الجملة الثانية بدون الضمير يعني خطوة اثنين ثلاثة أولى كلها عبارة وصل مناسبة ثلاثة جملة ثانية بدون الضمير. زين أنا هنا عندي هاي الجملة الأولى شو تقول تقول the hotel has a swimming pool it is very big. أوكي it is very big. زين طلاب هنا شنو الجملة هنا عندي has a من أشوف has a بالجملة الأولى معناها الاسم صاير نهاية الجملة الأولى تجد نزل الجملة الأولى كلها swimming pool بعدها تكتب عبارة وصل which ليش لأنه لقينا it تحذف وتكتب الجملة الثانية كلها نروح على الجملة الثانية the star restaurant has a lovely garden you can طبعا هنا عندك شنو عندك نقطة هنا you can have a meal there on summer evenings عندي has a بالجملة الأولى إذا معناها شو راح نسوي راح نتبع القاعدة رقم ثلاثة تقول the star restaurant has a lovely garden كلها نزلناها شوف لحد النقطة نزلنا نجي نستخدم عبارة وصل مناسب أنا هنا استخدمت where وراح أقول لك ليش لأن إيش لقينا الضمير هنا there تحذف نستخدم where you can have a meal on summer evenings okay you can have a meal on summer evenings بعد النقطة الثالثة شو تقول تقول the tigers hotel has a همينا وين صاير وسط الجملة الأولى فمعناها هنا العفو has a معناها الحر راح يصير على نهاية الجملة الأولى هذا هو الاسم صار عندك وإذا الاسم نهاية الجملة الأولى نتبع القاعدة التالية وانت شوف الحل شلون صار. زين استاذ هنا ليش استخدمت which لأنه عندي the pool غير عاقل اللي هو أصل it يعني فنحذف هذا كله ونخلي مكانه which. زين نجي على الجملة الرابعة They have knocked down the restaurant. We had a meal there last year. استاذ هنا ماكو بالجملة الأولى has a. أوكي خلنا نجي. They تعتبرها اسم؟ لا. Have تعتبرها اسم؟ لا. Knocked تعتبرها اسم؟ لا. Down تعتبرها اسم؟ لا. بس the restaurant تعتبرها اسم. لأنه قبلها ذي المطعم. فهنا تعتبر وين صاير؟ نهاية الجملة الأولى. فنطبق عليه نفس القاعدة ما دول. واضح؟ نشتغل عليه نفس القاعدة. ما يراد شيء سالفة جدا بسيطة وسهلة وانت شوف الحل مات. زين نجي على صيغة أخرى للموضوع هذا اللي هي صيغة الاختيارات. طبعا صيغة الاختيارات جدا بسيطة وسهلة صدقني ما يراد لها شيء جدا 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 سهلة يجيب لك بنت بالاختيارات who و whose
جيب لك هو هوز. طبعا هنا اثنينهم قبلهم اسم عاقل دير بالك. من يجيب لك هو هوز قل له يا با اذا بعد القوس عندي فعل راح اختار هو، اذا بعد القوس عندي اسم راح اختار هوز. وياي اذا جاب لك هو بهوز اثنينهم يجي قبلهم شنو اسم عاقل، فتباوع بعد القوس اذا فعل منتهي باس اي دي شاد از ووز. هنا شنو معناها؟ معناها راح اختار هو، اذا اسم راح اختار شنو؟ راح اختار هوز. زين الوتش والذات وحده من يوم تجيك هي والوير، وتش وذات تجيك هي من هي والوير. زين ايش وقت استخدم الوتش والذات؟ اذا عندي بعد القوس فعل ايضا، واذا ماكو فعل راح استخدم هنا أنا الوير. طبعا انا راح اجيك على المثال هذا على هاي الامثله باوع وياي. هنا ايش مخلي لك؟ مخلي لك هو وهوز. مباوع بعد القوس ايش عندي؟ عندي فوتو. فوتو يا طلاب هو اسم صوره، فاذا اسم ايش نختار؟ نختار هوز. احنا مغمضين. زين هنا اجي ماي فريند ادم هو لو هوز لافز. لافز فعل منتهي باس، ما يصير اختار الهوز راح اختار له. نجي على الجمله اللي بعده بيروت وير لو ويتش از. عندي از، فاختيار ايش راح يكون؟ راح يكون ويتش، لانه فعل هنا أنا عندي از ورا الوير يجي وراها اسم او ماكو فعل، يعني اسم ضمير بالمهم فعل ماكو. وير لو ويتش ذير. ذير هنا أنا عندي شنو؟ عندي ضمير مو فعل هذا، فما يصير اختار الويتش راح اختار شنو؟ راح اختار الوير. عندي هنا أنا people بعد القوس يصير اختار ذات، يعني ذات يجي وراها اسم لو فعل يجي وراها اسم فعل، فاختار شنو؟ راح اختار الوير، لان الوير يجي وراها اسم او ضمير. برادر ايش نختار له؟ لو هوز برادر اسم فاختار له هوز. ستول فعل ايش نختار له؟ هوز لو هو اكيد راح نختار له، يعني الهوز ما يجي وراها فعل. هسه بعد ما خلصنا موضوع في الشرطيه موضوع عبارات الوصل، هسه حنجي على موضوع رقم 13 اللي هو اشكال المستقبل. طلاب موضوع اشكال المستقبل هذا الموضوع يا طلاب بعده انواع، بس انا راح اشرح لك النوع الاول وركز لك على النوع الاول اللي هو اكثر تكرار بالوزاري. يعني هنا انت ضبط من عنده درجتين في حاله امتحان وزاري، هذا لا تخلي في بالك انه هذا الموضوع اللي هو النوع الاول المستقبل في الماضي future in the past ينترك نهائيا من امتحان وزاري. خلي في بالك انه هذا لازم تجاوبه، يعني لازم شرط من الشروط لازم تجاوبه وتاخذ عليه درجتين اوكي، ويجيك من امتحان وزاري ثابت. طبعا يجيب لك جمله، هاي الجمله هي بالمضارع. شنو الفرق بين المستقبل في الماضي والمستقبل في المضارع؟ المستقبل البسيط انا هنا أنا هاي المستقبل وين يجيب لي اياها؟ بالمضارع، حاله بالمضارع او مستقبل بسيط. راح يقول لي حول لي هاي الجمله الى مستقبل في الماضي. شلون احولها الى مستقبل في الماضي؟ طب بالعربي اكتب لي يلا تم التحويل من المضارع الى الماضي؟ لا، شوف حبيبي هاي الجمله تنزل نفسها. ايش كاتب لك انا؟ هذا الموضوع سهل ولطيف كلش، يعني بسهوله وبساطه تنزل الجمله نفسها، تنزل الجمله نفس ما هي، بس نبدل هاي الكلمات. شو تبدل؟ الاختصار الاز او الاز او اختصار الام او الام تحولهن الى واز، يعني وين ما تلقى از او اختصارها تحولها الى واز، وين ما تلقى ام واختصارها تحولها الى واز، وين ما تلقى ار او اختصارها تحولها الى وير، وين ما نلقى الول نحولها الى ود، وين ما نلقى الكان نحولها الى كود، وين ما نلقى الذس نحولها الى ذات، وين ما تلقى فعل مضارع تحوله الى فعل ماضي. استاذ شلون احوله الى فعل ماضي؟ يعني فعل مضارع لو تخلي له ايدي لو شرط لازم انت حافظه، مثل ما مثلا عندك الافعال سي انت راح تسويها سيد يعني بالماضي، مثلا عندك الفعل نو هذا بالماضي نيو اوكي، عندك الفعل مثلا think هذا الفعل بالماضي مالته شنو؟ thought اوكي، بس من عندك الفعل start هذا start بالماضي شي يصير؟ يصير started ياخذ ايدي، بس بشرط لا تحول الفعل، يعني الفعل يبقى نفس ما هو نزله الجملة اذا كان مسبوق بتو او احد الافعال المساعدة ذولي. يعني من تشوف انت متحول ذولا راح تحولهم، مثلا از تسويها واز، ار تسويها وير، ام تسويها واز، والله تسويها ود، كان تسويها كود، مو راح يجي وراهم فعل لا تحوله، الفعل يبقى نفس ما هو، او كان الفعل مسبوق بتو ينزل نفس ما هو،
لازم الفعل ينزل نفسه بهاي الحالة. أوكي أوكي واضح، فعل ينزل نفس ما هو، يعني الجملة كلها تنزل بس نحول هاي التحويلات. شوف عندي هنا الأمثلة هاي، ركز وياي. شوف شو يقول لك هنا، طبعا المطلب راح يقول لك future in the past، يعني مستقبل في الماضي، future in the past. اجيت على هاي الجملة، I have decided I am going to learn Arabic. I decided فراغ، سوي هاي الجملة مستقبل في الماضي. ايش راح اسوي انا هنا يا طلاب؟ باو عليه اللي راح اسوي التالي، I have decided. I decided تنزل مع ليبي، نجي هنا الحل، الاي تنزل، لقيت هنا انا ام، الام شو تصير عندك؟ تصير عندك واز. الجوينج تنزل نفس ما هي، التو تنزل، الفعل ليرن ينزل نفس ما هو لانه مسبوق بتو، كل شيء ما نسوي له، وعربيك تنزل. استاذ ما افتهمت، تعال على الجمله اللي بعدها، خلينا نجي على الجمله اللي بعدها. الجمله اللي بعدها شو يقول لك؟ يقول لك I know the classes start in the summer. I تنزل نفس ما هي، النو هذا يصير عندك نيو لانه فعل تحول للماضي. The classes ما بيها تحويل، تنزل نفس ما هي. الفعل start شو يصير عندك؟ يصير عندك started. In the summer تنزل in the summer، ما نغير بيها كل شيء. زين نرجع الجمله اللي بعدها، I am very disappointed. الاي تنزل، الام شو تصير عندك؟ تصير عندك was. Very disappointed to learn the honor تنزل نفس ما هي، ما بها اي تحويل. الول تصير عندك would. البي closing at the company in the autumn هاي تنزل نفس ما هي. شوف التحويل، بس الاس حولناها الى was، وال the owner would be تصير عندك، الول تصير would. He is going to the painting class this evening. الهي تنزل، is تصير عندك was. Going to a painting class this تصير عندك that. بس هاي التحويلات مالتك، التحويلات لازم تحافظها يعني، والى اخره. طبعا طلاب يعني نفس الحكي راح نجي نعيده مره ثانيه. عندك الجمله الخامسه، الكانت تحولها الى كودنت، لان الكان يصير كود وهي من فيها يصير كودنت. الار اختصارها شو يصير؟ يصير عندك وير، واضح؟ فنحولها الى وير. حسان thinks he will enjoy a career in graphic design. thinks حولها الى thought، will صير عندك would، وتكمل باقي الجمله. وهذا هو الموضوع بشكل كامل. زين النوع الثاني هو الاختيارات. بهذا الموضوع يا طلاب راح نمشي على قاعدة نختار إذا لقينا. إيش تختار إذا لقيت؟ نختار المستقبل البسيط اللي هو will زائد فعل مجرد، يعني يجيب لك بالقوس يجيب لك أكثر من زمن، يعني مثلا مضارع بسيط ومستقبل بسيط، مستقبل بسيط ومضارع بسيط، مضارع بسيط ومضارع مستمر، والله بي وفعل اي ان جي، يعني هواي تفاصيل راح يجيب لك اياها. ايش وقت راح تختار المستقبل البسيط؟ استاذ هو شنو المستقبل البسيط؟ خلينا نعرفه بالبدايه، شلون يجيني بالقوس؟ بالقوس يجيك ول زائد فعل مجرد، يعني والله فعل مجرد، هذه قاعده يسمونها مستقبل بسيط. هذا المستقبل البسيط ايش وقت تختاره يا طلاب؟ تختاره اذا لقيت بالجمله I think, I promise, I hope. واحد من ذول تلقاه قبل القوس، معناها مباشرة راح نختار والله فعل مجرد مليون بالمئة. أنت مغمض. أوكي أوكي زين، نختار المضارع المستمر، نختار المضارع المستمر اللي هو is, are, am فعل ing إذا لقينا فاعل عاقل. شو وقت؟ إذا تلقى فاعل عاقل وبعد القوس أكو عندك دليل زمني. أوكي أوكي زين، نختار المضارع البسيط الفعل أبو الأس، إذا لقينا بعد القوس دليل زمني بس الفاعل غير عاقل. يعني خلي أفصح لك يا هاي القاعدة. شوف عزيزي، شوف عزيزي، عندك هنا قوس راح تلقى بيه مضارع بسيط وراح تلقى بيه مضارع مستمر، تختار حسب أنت حسب الفاعل. أوكي ثاني هم يجوا وراهم دليل زمني، طبعا دول الزمني ثاني يجوا وراهم دليل زمني بس تباوع الفاعل. إذا الفاعل مالتك عاقل راح تختار المضارع المستمر، إذا الفاعل مالتك غير عاقل راح تختار المضارع البسيط. أوكي أوكي زين، نجي على الجملة، على النقطة ملاحظة رقم 4، نختار الماضي إذا لقينا جملة بالماضي. إذا لقينا الجملة العفو كلمة تدل على الماضي، مثلا فعل ماضي، ظرف، كلمات مثل all, thought, promised، يعني شيء منتهي بايدي، لاني مباشره راح تقول اختار الشيء اللي يخص على الماضي، مستقبل في الماضي اللي هو would, could, was, were، شيء يدلني على الماضي.
شوفوا يا عين، تعال سنجي نحل هاي الجمل. عندي يقول لي النقطة الأولى، she is meeting لو meets the director tomorrow morning. اجيت على هاي الجملة اختاريت المضارع المستمر، ما اختاريت مضارع بسيط، ليش؟ لأنه الفاعل عندك عاقل شيء. زين نجي على الجملة الثانية، volunteer training will be beginning أو begins on the first of the month. First of the month طبعا عندنا دليل زمني، اختار will be beginning لو begins، لا اختار مضارع بسيط لانه عندي volunteer training اللي هو الفاعل غير عاقل وعندي وياه دليل زمني فراح اختار begins. انا مغمض. نجي على الجملة اللي بعدها، ثلاثة، I think she will like لو will be liking the work. اكيد اختار will like مستقبل بسيط لانه عندي I think، فيما ان عندي I think راح اختار هاي الجملة اللي هي will like. Dana is going to volunteer the volunteers of the hospital when she has more time. عندي هنا قايل لي لو مضارع بسيط لو حالة going to. المضارع البسيط لازم الفاعل يكون غير عاقل، زين الفاعل هنا Dana عاقل فراح اختار هذا. She learns لو will be learning a lot of new skills. Learns مضارع بسيط. Will be learning مستقبل مستمر. ما عندي فاعل غير عاقل فهذا ما اختاره، اذا راح اختار هذا. إبراهيم can't stay out because he was starting لو he أو his new job tomorrow. Was starting لو is starting. شوف الجملة كلها ما يصير تختار ال was وال would وال could بالماضي إلا أكو دليل على الماضي. عندك دليل على الماضي ما بها الجملة ماضي نهائيا فتختار المضارع المستمر. وشغلة ثانية إيش لقيت؟ لقيت he فاعل عاقل ولقيت tomorrow دليل زمني، وإحنا نعرف الدليل الزمني والفاعل العاقل نختار المضارع المستمر. She decided she is becoming لو was going to become. Decided ماضي والماضي تختار لو was going okay ما تختار لو is becoming. In my old job عندي هنا كلمة old، بما انه عندي old راح اختار started بالماضي، لو starts اكيد راح اختار اللي هي وين بالماضي started. ليلى thought she would like لو likes nursing. ليلى thought هذه فاعل عندك هنا دليل على الماضي فما يصير تختار مضارع بسيط، راح تختار شنو اللي يدلك على الماضي اللي هو would like. إبراهيم had to، شوف من شوف كلمة had to قبل اختار ويا had to، خليها ببالك هاي، من نلقى had to نختار had to. هاي الجملة العاشرة، تلقى had to اختار had to. I know he will sleeping لو would be sleeping when I get home as he always goes to bed early. Will be sleeping لو would be sleeping. مضارع لو ماضي نختار مضارع، أو العفو مستقبل بسيط، مستقبل مستمر العفو، مو مستقبل بالماضي. ليش؟ لأنه أنا عندي هنا أنا شنو؟ عندي جملة ما بها دليل على الماضي نهائياً، فأختار will be sleeping. The volunteer promised the children he was لو he would be he would be back the following week. طبعاً هنا أنا اثنين يصير أختارهم، يصير أختار was ويصير أختار would be، اثنينهم بالماضي. بس أنا ليش اختاريت would be؟ لأن ال would be back عندي هنا الواز ما يصير أختارها لأنه شنو ما عندي هنا فعل ing، فأختار ال would be back لأنه would وفعل وتكملة، هنا الواز لازم يجي وراها فعل ing وأنا ما عندي فعل ing فراح أختار would be back the following week. وهسه بعد ما خلصنا يا طلاب موضوع أشكال المستقبل، إجا الدور على موضوع المضارع التام البسيط. المضارع التام البسيط وحب أشكالات اللي هو الموضوع رقم 14 يا طلاب. هذا الموضوع هواي بتفاصيل، يعني هذا هو، شوف أصلا هذا هو موضوع موجود عندك في اليونت الخامس وشكل لك نسبة 90% من قواعد الوحدة الخامسة. فإحنا اليوم راح نراجع الأشياء المهمة اللي تيجي عندك به والتمارين المهمة اللي أنت راح تحتاجها وتقراها حتى تضبط هذا الموضوع. طبعا بداية الأمر موضوع المضارع التام البسيط يا طلاب، قلنا هذا الموضوع بيسوالف ودعافيس حنتطرق لهم بطرق سهلة وبسيطة جدا، يعني ما راح نصعب الموضوع. أنا دا أشرح للطلاب اللي ما لهم خلق يقرون المادة بشكل كامل، وبنفس الوقت للطلاب اللي ما فاهمين المواضيع نهائيا قبل نحاول نبسط لهم الأشياء. أما الطالب اللي قارئ المواضيع بشكل كامل ودارسهم وحافظهم وفاهمهم فهو ما راح يحتاج سوى مراجعة بسيطة تذكره بالملاحظات. أما الطالب اللي ما قارئ المادة قبل فهذه الملاحظات كلش راح تفيده حتى يضبط الموضوع ويستعد لامتحانه الوزاري بدون ما يروح يقرأ الكتاب ويتعب نفسه ويقرأ أكثر من محاضرة على اليوتيوب. هو شوف شيء حلو أن تقرأ محاضرات اليوتيوب أفضل من المراجعات، لكن
ما في اليد حيلة، انت عندك وقت قصير، وهذا الوقت القصير لازم انت تكون قاري المادة على الاقل 50-60% من عندها. فانا هاي 50-60% موفر لك اياها بالملزمة بشرح بسيط وسهل جدا. طلاب هنا اول شيء احنا راح نبلش بالسنس والفور. اولا عندنا السنس والفور، يجيب لك اختيارات بالامتحان الوزاري، يقول لك اختار بين السنس واختار او الفور. شوف حبيبي، اذا احنا هنا شو نسوي؟ السنس والفور، طبعا السنس مع الفترات المحدده، الفور مع الفترات الغير محدده. يابا هنا شو تسوي انت؟ انت طالب ما عندك اساس ولا هاي، فشو تسوي؟ ما تعرف المحدد من غير محدد. تقول له اذا نلقى بعد القوس اي او ان او كلمه تنتهي باس نختار فور، واذا ماكوش نختار نختار سنس. اذا نلقى بعد القوس اي او ان او كلمه تنتهي باس نختار فور، واذا ماكو نختار شنو؟ نختار سنس. من الاخير اجيك عمري انت اذا تلقى كلمات مثل ان اي دايز ييرز ويكس اورز ايجز راح نختار هنا شنو؟ راح نختار هنا فور. يعني تقدر تعتمد على الملاحظة رقم واحد، تقدر تعتمد على الملاحظة رقم اثنين. اثنين هن عندك صحيحات. بهاي الحالة ايش راح تختار؟ راح تختار انت فور. ما طبقت هاي الملاحظة نجي نختار سنس. نجي على الجملة الأولى. I haven't seen her since for 3 years. عندك 3 years هنا كلمة منتهية بمن؟ منتهية بس. أو كلمة years لقيناها بعد القوس فنختار هنا فور. The teacher hasn't known the class since low for a long time. عندك A فتختار شنو؟ تختار 4. Have you worked here for low since you graduation? Your graduation. Your graduation ماكو كلمة منتهية بس لا A لا آن. ولا واحد من ذول الكلمات فتختار لها شنو؟ تختار لها سنس. زين نجي على الجملة اللي بعد. Haven't seen I haven't طبعا هنا I haven't seen محمود since low for he came back from holiday. عندك A on لا، عندك كلمة تهي بس لا، فتختار شنو؟ تختار since. He has lived there since low for 2 years. عندك كلمة منتهية بس إيه عندنا، عندنا شنو؟ كلمة years بعد القوس فتختار لها four. She has been talking on the phone for low since the last 20 minutes. The last 20 minutes لقيت لقيت كلمة minutes. Okay. فمعناها دقائق، كلمة منتهية بس، وش راح تختار؟ راح تختار هنا أنا four. زين. We haven't meet أو met since before we were in school. أكو كلمة منتهية بس؟ لا. أكو أي آن؟ لا، فتختار هنا أنا شنو؟ راح تختار since. موضوع بسيط وسهل جدا. زين، نجي على يمين، نجي على ثانية. ثانية شي يقول لك؟ يقول لك اختار بين الـ ever والـ never. وشلون نختار بيناتهم أستاذ؟ أنا ما أعرف شلون أختار، أنا أقول لك شلون أختار. نختار الأفر إذا تنتهي الجملة بمن؟ بعلامة استفهام. واضح؟ نختار النفر إذا تنتهي الجملة بنقطة. عندك هنا أنا Have you ever or never ridden on an elephant؟ elephant منتهي بعلامة استفهام فتختار هنا أنا ever. They have ever or never been to Paris؟ منتهي هنا أنا بشنو؟ بنقطة. يعني ما علامة استفهام فتختار شنو؟ هتختار ever. موضوع بسيط وسهل جدا ويتكرر كل شوية أيضا بالوزاري. زين. نجي على ثالثا اختيار بين البن والجن. نختار البن اذا لقينا قبل القوس have you hasn't haven't او never. واحد من ذول تلقى قبل القوس راح تختار البن، ما لقيتهم راح تختار الجن. شوف اجيت هنا ايش لقيت بالجمله؟ لقيت haven't، فتقول I haven't been لو haven't gone اكيد راح تقول haven't been. زين نجي على الجمله الثانيه. My sister isn't at home at the moment. She has been to gun shopping. أقرأ الجملة هنا أنا. لقيت hasn't لا، لقيت haven't لا، لقيت have you لا، لقيت never لا، فتختار gun. I have never. إيش لقينا هنا أنا؟ never been to gun to the U.S. but I would love to. هنا أنا إجينا لقينا never فراح نختار been. وطبعاً هاي جت العام دور ثالث 2023 دور ثالث جتي. أوكي دور ثالث جت العام بالوزارة. فكلش مهم هذا التمرين وما يراد له شيء. يعني تقرا الجمله اذا عندك قبل القوس never haven't hasn't have you تختار been، ما تلقاهم تختار gone. رابعا نجي على تمارين مضارع التام البسيط. طبعا هنا عندنا مجموعه تمارين خاصه بمضارع التام البسيط. طلاب هو اصلا فكره الموضوع كله يخص التمارين، يعني كل تمرين ممكن يجيك الامتحان الوزاري. فنجي على التمرين الأول اللي هو استخدام النفر. طبعا هو موضوع موجود عندك بالكتاب بس هناك مخربط عندك بالكتاب، أنا شارح لك إياه وحال لك عليه مثالية.
طلاب يعني بالوزاره، اذا اثنين الوزارات جايه الامثله. فاول شيء نجي استخدام النيفر، شلون نستخدم النيفر، واصلا هي شنو صيغه السؤال بالامتحان الوزاري. شوف صيغه السؤال شلون تجيك الجمله، تجيك تكمله، هنا أنا بدايه الجمله راح نعطيك تكمله، بعدها راح نعطيك فعل، بعدها بين قوسين شو يقول لك؟ يقول لك رايت ترو سنتنس وذ نيفر اباوت، زائدا الفاعل يعطيك اياه بنهايه الجمله بالقوس، نهايه القوس. الفاعل اذا يو تتحوله الى اي، ويور سيلف تحوله الى اي، كل الاحوال لازم الفاعل ما يتحوله تحوله الى اي. زين بهاي الحاله انت ايش راح تسوي؟ راح تجيب الفاعل تخليه وين؟ بالبدايه اللي هو الاي، تجيبون تخليه بالبدايه. الاي مباشره تستخدم ورا شنو؟ تستخدم ورا هاف. ورا الهاف انت راح تخلي نيفر اللي هو قال لك استخدمه بالسؤال. عندك هذا الفعل بين قوسين يتحوله الى تصريف ثالث، فعل وين يتحوله؟ يتحوله الى تصريف ثالث. وتكتب وراها مباشرة شنو؟ التكملة اللي موجودة بداية السؤال. شوف خلي أعطيك مثال. A scorpion hold write true sentence with never about you. هذا about you هذا الفاعل تحوله إلى I، تيجي تكتبه وين؟ تكتبه بالبداية. زين بعد هالآي شو ياخذ؟ ياخذ هاف وراها. تكتب never، النيفر هو قايل لك استخدمها، فأنت تجي تستخدمها ورا الهاف. بعد هالفعل تحوله للتصريف الثالث، هذا الفعل حولناه لتصريف ثالث، hold يصير عندك held. scorpion، scorpion يا طلاب نجي نكتبها تكملة، a scorpion هاي تكتبها تكملة وينتهي عندك الحل. نجي على الجملة اللي بعد، Chinese food try write a true sentence with never about yourself. هذا الفاعل موجود نهاية الجملة، ايش كتبه؟ فاعل I، نجي ننزل I. لا ايش ياخذ؟ ياخذ هاف. بعدها نكتب النيفر احنا. اوكي نيفر، اي هاف نيفر، والفعل تصريف ثالث تراي يصير عندك ترايد. تشاينيز فود التكمله تكتبها وتكمل وينتهي عندك الحل. هذا هو الموضوع بشكل كامل، يعني ما يراد له شيء، جدا جدا عندك بسيط. ثانيا استخدام الجاست او اليت او الاوريدي. هنا أنا بالامتحان الوزاري يقول لك يا بسوي جمله مضارع تام بسيط استخدم بها لو اوريدي لو يت لو جاست. انت ايش راح تسوي هنا؟ أنا باو عليه، اول ما تجي تخلي اي مباشرة بالحل، نخلي هاف هاي حركة ثانية، يعني مباشرة نقول I have هاي ثابتة. إذا قال لك استخدم just راح تقول له I have just، إذا قال لك استخدم already راح تقول له I have already. بعدها أنت ايش راح تسوي؟ تقرأ الجملة حسب المعنى مال الجملة، أنت راح تخلي تصريف ثالث حسب ما معنى الجملة، أنت راح تخلي فعل في التصريف الثالث. أستاذ هو أني، هو أنا شو معرفني بالمعنى؟ شو معرفني بالترجمة؟ شو معرفني شو أسوي؟ شوف حبيب، هو أصلاً هذا الموضوع تمرين عندك واحد، هذا التمرين واحد أنت تقعد درخه، تقعد شو تسوي له؟ الدرخة تحفظه، تحفظ مو تحفظه بشكل كامل، لا أنت هاي عندك I have just، I have already هاي ثابتة، يعني أنت مجرد تخلي الفعل بالتصريف الثالث. يعني مثلاً أعطيك مثال هنا، أنا شي يقول لك مثال، شي يقول، يقول would you like to come to see the new film with us? Thanks for asking, but I complete the response using already. تستخدم استخدم already. شوف أنا سويت and appropriate verb وفعل مناسب، أنا استخدمت هنا أنا I have ثابتة already. شنو عندي؟ عندي بس مباشرة لازم أروح أستخدم الفعل المناسب. الفعل المناسب يا طلاب حسب معنى الجملة، لازم هذا ترجم الجملة أنت وتخلي له فعل مناسب. أنا يفضل شو تسوي أنت؟ التمرين عندك هذا خمس جمل، تقعد تدرخ درخ، مو تدرخ الجواب كامل، تدرخ بس الفعل، لأن الجواب قلنا شنو؟ I have already و I have just هاي ثابتة، بس تخلي انت فعل مناسب من عندك، وهنا أنا تخلي وراء ضمير، الضمير لو ات لو هر لو هم، اوكي حسب معنى الجملة، بس هذا ثابت عندك يبقى. اذا قال لك استخدم يت راح تقول له I haven't، I haven't وفعل بالتصريف الثالث مناسب وتخلي يت وياه، اوكي والفعل بالتصريف المناسب او الفعل المناسب بالتصريف الثالث هذا لازم يكون حسب معنى الجمله. فهذا الموضوع عندك انت طريقتين، يا اما موجود نفس ما موجود ملزمه تقراه، يا اما تروح تقرا للمحاضره كامله عليه وتحفظه من خلال المحاضره اللي موجوده عندك على قناتي باليوتيوب. اوكي اذا ما تريد احفظ فقط الفعل، الافعال الموجوده احفظها، told her
احفظ فقط الافعال الموجوده finished وهنا seen. اوكي بس مجرد تقعد تحفظ الافعال الموجوده. التمرين الثالث هو تحويل الماضي البسيط الى مضارع تام بسيط. شنو المقصود به هذا؟ يجيب لك جمله، هاي الجمله هي جمله ماضي بسيط، يقول لك حولها الى مضارع تام بسيط مستخدما الفعل اللي موجود بين قوسين بهاي الجمله. يعني دخل هذا الفعل بهاي الجمله. زين استاذ شلون احله؟ انا اقول لك شلون تحله. باو عليه، اول شيء تحذف كل شيء يخص الماضي، شكو شيء يخص الماضي تحذفه، مثل من؟ مثل الفعل الماضي، يعني الجمله ترتبها تصفطها تحذف من عندها كل هاي الاشياء، فعل الماضي الفيرست لاست واز ذا لاست تايم ذا نين حذفن عندك. تجي بعدين شو تسوي؟ تكتب الفاعل، فاعل اللي موجود اللي بالجمله الاصليه، نخلي لو هاف لو هاز. اوكي وحسب منه؟ وحسب الفاعل. طبعا انا كانت مكتوبه فعل، اكتبها فاعل، حسب الفاعل، فاعل مفرد هاز، فاعل جمع هاف. يعني اي يو وي ذي هاف هي شي ات هاز. نحول الفعل الموجود الى تصريف ثالث، الفعل اللي بالطقاء بين قوسين يتحول الى تصريف ثالث. اذا كان القوس منفي يعني نوت فعل يصير هافنت او هازنت. نكمل ونحول الان والان والات الى سينس، واذا لقيت اجو تصير فور ونقدمها على اخر كلمتين. هسه نجي نشرح الملاحظات وحده وحده. باو على عندك الجمله الاولى. الجمله الاولى لازم تحذف في البدايه شكو شيء يخص الماضي، نحذف الجات، بس هو الشيء الوحيد اللي يخص الماضي جات فعل. اوكي نزل الفاعل اللي هو من هو هي، هيش تاخذ؟ تاخذ هاز. القوس هنا بين دخل على الجمله يصير بين فعل بين. انجري تنزل، لقيت ات، ات احذفها واحولها الى من؟ احولها الى سينس. لانشتاين. نجي على الجمله اللي بعد، وي لاست ايت ذير ان جولاي نوت ايت. الفاعل من؟ الفاعل وي. طبعا اول شيء خلينا نجي نحذف، نحذف كلمه لاست لازم تحذف، الفعل اللي هو ايت ينحذف، يخص الماضي ينحذف، ما اريده هذا بعد. نجي ننزل الفاعل وي، الوي تاخذ هاف وهي منفيه جمله فتصير هافنت. الفعل ايت شي يصير ايتن، ذير تنزل، ان تحذف وتصير عندك مكانها جولاي، العفو سينس جولاي. طبق خطوات حل ما يراد لها شيء. نجي على التمرين اللي موجود عندك بالكتاب. هنا شي يقول لك complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence putting the verb in a bracket in present perfect. يا ابو اكو جمله ماضي بسيط تحولها الى مضارع تام بسيط بس تنطي نفس المعنى ومع هذا تستخدم الفعل الجديد اللي منطيك اياه بالجمله. زين نجي على هاي الجمله الثانيه الاولى، they ما اعرفها ما ادري بها، got تحذف دليل على الماضي البسيط. زين الفاعل منو؟ they. they تاخذ هاف لو هاز؟ اكيد هاف. الفعل بين شو تحوله الى بين؟ married تنزل. عندك هنا كلمه 3 years ago حددها، اجو تحذف شو تصير؟ تصير فور، وعندك تنزل وراها 3 years وخلاص ينتهي عندك الحال، يعني بس مجرد ان نقلبها، خلي فور قبل اخر كلمتين. هي بوت فعل تحذف. ذات موتور بايك لونج تايم. زين نجي عليها، هي تاخذ هاز، الفعل هاف شو يصير؟ يصير عندك هذا بالتصريف الثالث. ذات موتور بايك تنزل. A long time ago صير for a long time، بس تحذف الأجو تخلي مكانها for. I saw her was in 2002 not see. طبعا أنا see her مو see بس her، يعني هاي اللي تحذف. زين أول شيء أجي الفاعل منه I، I أخذ have لو has أكيد have، وهي من فيها صير haven't. زين عندنا الفعل بين قوسين صير seen، her وإن تحذف صير عندك شنو؟ صير عندك سنس. زين استاذ الواز وين راحت؟ واز راحت. السو ايضا راحت لانه هذا دليل على الماضي. شي لاست تحذف اللاست، وين تحذف؟ تو ذا دنتست ان سبتمبر. شي هازنت والفعل بين تو ذا دنتست وان صير عندك سنس. يعني تطبيق مباشر يا طلاب على الحل. ذا لاست تايم كلها شنو؟ تحذف ذا لاست تايم. هي روت اور فوند، روت تحذف والفون تحذف. هذول دلائل على من؟ دلائل او افعال على الماضي. was ايضا تحذف تبقى عندك 6 months ago. نجي ننزل الفاعل اللي هو الهي، هي تاخذ has بس هي من فيه هنا تصير hasn't. been تنزل، in touch تنزل، تكمل القوس كله تنزل اللي بيعطيك اياه. for 6 months شلون صارت for 6 months عندك ago؟ نحذفها وتصير قبلها شنو؟ for، يعني تصير قبل 6 months فتصير for 6 months.
التمرين الرابع هو تصحيح الجملة أو تصحيح الزمن. طلاب هنا شو يقول لك؟ يقول لك أما rewrite the sentence correctly أو correct the sentence. هذا هو صيغة السؤال بالامتحان الوزاري. طبعا هنا شنو هو؟ ينطي جملة مضارع تام، ينطيك جملة مضارع تام وبيها دليل ماضي بسيط، أو ينطي جملة ماضي بسيط وبيها دليل شنو هو؟ دليل مضارع تام. احنا راح نصحح الجملة حسب الدليل الموجود، انت تقوم بتصحيح الجملة حسب الدليل الموجود. فالدليل الموجود عندك last yesterday ago late، واحد من ذولي last yesterday ago late، معناها الجملة هنا بيش راح نصححها؟ راح نصححها بالماضي البسيط او نحلها ماضي بسيط. اذا لقينا never just since already for listen ever، واحد من ذولي، فالجملة راح نصححها بالمضارع التام البسيط وحسب القواعد التالية. يعني مثلا انت القاعدة مالتك لقيت last او yesterday، واحد من ذول الدلال راح والجملة مثبتة، راح تقول فاعل فعل ماضي ايدي او شاذ وتكمله. اذا منفية فاعل didn't فعل مجرد وتكمله. اذا جملة استفهامية سؤال، فمعناها انا did وبعدها فاعل وبعدها فعل مجرد وتكمله وعلامة الاستفهام. زين هنا مثلا عندي جملة ادم has come back from Beirut yesterday. شوف عزيزي هنا أنا جملة لقيت بها يسترداي، إذا نحولها إلى ماضي بسيط، جملة الماضي البسيط هنا أنا جملة مثبتة لازم تصير. آدم الفاعل ينزل، هنا الهاس تحذف لأنه هذا مضارع تام بسيط، أنا أريدها ماضي بسيط، والماضي البسيط الفعل ماضي شاد came back from Beirut yesterday. يعني إحنا هنا أنا طلاب مختصر الكلام نشتغل حسب الدليل مال الجملة الموجود، الموجود شوف هسه عندك last أحولها إلى ماضي بسيط. هنا عندي never هنا احولها مضارع تام بسيط. هنا عندي yet احولها مضارع تام بسيط. عندي since احولها الى مضارع تام بسيط. عندي late احولها الى ماضي بسيط. فالجملة تشتغل بها حسب الدليل الموجود. اوكي هنا عندك have او has، طبعا هنا خطأ مطبعي ناسينا ما كاتبين have او has فاعل تصريف ثالث تكملة علامة استفهام. يعني نشتغل حسب الدليل الموجود بالجملة، الدليل مال مضارع تام بسيط تشتغل مضارع تام بسيط، دليل ماضي بسيط تشتغل عندك ماضي بسيط. وهذا طلاب طبعا جدا مهم، هذا التمرين كلش هواي مهم. فاني افضل انت شو تسوي اذا ما تفتهم الموضوع من خلال المراجعة، يا ريت ان تروح تشوفه على قناة اليوتيوب كامل حتى تفهمه اكثر. ليش؟ الموضوع بدرجتين بالوزاري. وشغله لوخ انت هذا الموضوع شوي يعتمد على الاساسيات، يعني تركيزه كلش قوي على الاساسيات. انا باليوتيوب شرح لك اياه من الالف للياء، يعني شرح كامل 100%. هذا انت الحج راح تفتهمه في حال اذا كنت قارئ الماده قبل او بس مجرد تريد مراجعه. انت ايش قد عندك بالكتاب؟ عندك 10 جمل، ترى 10 جمل هن لان يجيب امتحان وزاري وحده من عندهن، انا خليك اياهن 10 بالكتاب، مو 10 بالكتاب 8، بس اكو 2 وزاريات خارج الكتاب جايات، فاني حاط لك اياهن وياهن ايضا. فانت عندك 10 جمل تروح تقراهن على قناه اليوتيوب، وطريقه الحل مالتن شلون؟ اول طريقه الحل هاي مختصر، انا اختصر لك اياها هنا اختصار كامل. هسه بعد ما خلصنا المضارع التام البسيط تعال نروح على المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر هو present perfect continuous. طلاب حبايب هذا الموضوع جدا جدا بسيط وسهل. يعني راح يجيب لك بالامتحان الوزاري جملة ويقول لك هاي الجملة قوس صححها، لو مضارع تام بسيط لو مضارع تام مستمر. انت شلون تعرف انه هذا الزمن راح يكون عندك مضارع تام مستمر، وشلون تعرف انه تحله مضارع تام بسيط؟ طبعا مبدئيا قبل لا نفوت شلون نحل مضارع تام بسيط لو مضارع تام مستمر، لازم احنا حافظين القواعد. قواعد المضارع التام المستمر اللي هو present perfect continuous، في حالة المثبت فاعل have has been وفعل ing، هذا المثبت. المنفي hasn't haven't. السؤال ال have وال has يصيرون وين؟ يصيرون عندك بالبداية. أما المضارع التام البسيط، المضارع التام البسيط فبس الفرق الوحيد إنه ما عندك been مباشرة تصريف ثالث، وما عندك شيء اسمه ing، يعني فاعل have has تصريف ثالث. بالنفي هازنت تصير هازنت، الهاز تصير هازنت، والهاف شو تصير عندك؟ تصير عندك هافنت. اما في حاله الاستفهام فالهاف والهاز نقدمهم بالبدايه. فهاي القاعده مالتي، يعني شلون نحله بسيط وشلون نحله مستمر. انا ايش راح اسوي هنا؟ نعتمد عليه من نعتمد على الافعال. اذا الافعال work talk walk cook study play sleep wait paint write learn،
وحدة من ذن الأفعال راح نحل الزمن مضارع تام مستمر. إذا ماكو راح نحل مضارع تام بسيط. بيش نحله؟ نحله مضارع تام بسيط. شوف تحله مضارع تام مستمر إذا لقيت واحد من دول الأفعال، زين، لكن بشرط ما عندك ever. من نشوف كلمة ever معناها مضارع بسيط، just معناها مضارع بسيط، never مضارع بسيط، yet مضارع بسيط، مضارع تام بسيط العفو، ever مضارع تام بسيط، just مضارع تام بسيط، never مضارع تام بسيط، yet أحل مضارع تام بسيط، already أيضا راح أحل مضارع تام بسيط. أوكي، واحد من ذولي موجودات راح أحل مضارع تام مستمر. شوف عزيزي هسه عندك هنا أنا جملة، شي يقول لك؟ يقول لك correct with the present perfect simple or continuous. عندي هنا أنا I paint a picture of Amin all day. جيت هنا لقيت الفعل paint يرسم، فبما أنه عندي paint معناها راح أحل مضارع تام مستمر. جملة مثبتة راح نقول I have been painting. I have been painting مضارع تام مستمر. Somebody dropped their wallet on the pavement. Drop موجود ضمن ذن الأفعال اللي أخذناهن؟ لا. إذن معناها حل مضارع تام بسيط، والمضارع التام البسيط بس نخلي هاف أو هاز والفعل نحوله إلى تصريف ثالث. أوكي، حول الفعل وين؟ حوله إلى تصريف ثالث. بعد ما خلصنا المضارع التام مستمر هسه راح نفوت عليه، من نفوت على موضوع المبني للمجهول. طلاب حبايب، موضوع المبني للمجهول راح نعرفه من خلال كلمة passive، مبني للمجهول. أنا بالامتحان وزاري يجيب لي جملة معلومة، هاي الجملة المعلومة أحولها إلى جملة مجهولة. مبدئياً راح حتى تحول جملة معلومة إلى مجهولة لازم الفاعل بالبداية مال الجملة تحذفه. شكو شيء فاعل ينحذف؟ نروح نجيب بالبداية نخلي المفعول به، مفعول به وين نخليه؟ بالبداية. بعدين نخلي فعل مساعد مناسب، أوكي، بعدين تصريف ثالث، بعدين نزل التكملة. يعني تحذف الفاعل تروح تجيب مفعول به، تخلي فعل مساعد مناسب وتصريف ثالث وبعدين التكملة، لازم عندك تصريف ثالث. هذا القاعدة الرئيسية مع الموضوع كله. زين، تحويل الجملة يكون حسب زمن الجملة. إذا عندي ماضي بسيط، جملة ماضي بسيط، راح أكتب بالبداية مفعول به هاي القاعدة، بعدين was أو were، بعدين تصريف ثالث تكملة. اجي هنا انا شو تقول؟ تقول الجمله somebody stole my wallet last year. somebody stole my wallet last year. طبعا انت تعرفها ماضي بسيط اذا لقيت بالجمله last او yesterday او ago، واحد من ذول معناها جمله مضارع، عفوا جمله ماضي بسيط. فنجي هنا على الجمله، اول شيء الفاعل حذفه، حذفنا الفاعل، روح نجيب المفعول به ونخليه بالبدايه my wallet. my wallet تاخذ was لو where؟ اكيد تاخذ was. الفعل وين تودي؟ تحوله الى التصريف الثالث my wallet was stolen last year. المضارع البسيط يا طلاب نفس الحركه، هم نروح نجيب مفعول به نخليه بالبدايه، بس هنا الفرق الوحيد انه نخلي لو is لو are، وبعدها يجي عندك تصريف ثالث والتكملة وينتهي عندك الحل. أنا عندي جملة people use these coins in Egypt. people فاعل يحذف ما أريده، أروح أجيب المفعول به اللي هو these coins اللي تكون دائما بعد الفعل الرئيسي. زين، these coins تنزل، خلي R وراها لأنه جمع، والفعل تحوله إلى التصريف الثالث والتكملة تكتبها كما هي. أما في حال إذا كان عندك مستقبل، يعني الجملة مالتك اللي منطيك إياها المعلومة مستقبل، فالحل إيش راح يكون؟ مفعول به ينزل. أستاذ ليش مفعول به دائما؟ مو قلنا الفاعل يحذف يخلي مكانه مفعول به، وراها نخلي will be ثابتة، من نلقى مستقبل بسيط will نخلي will be ثابتة، والفعل تحوله إلى التصريف الثالث. شوف هسه عندك جملة somebody will pay the bill tomorrow. somebody تحذف، نجيب الفاعل العفو المفعول به نخلي وين؟ بالبداية، هاي أول نقطة. اثنين نخلي will be ثابتة، الفعل pay شي يصير عندك؟ يصير عندك paid، وتكمل الجملة. زين، إذا كانت الجملة مالتك ماضي مستمر، أستاذ شلون أعرفها ماضي مستمر؟ was أو were فعل ing، هنا أنا معناها ماضي مستمر. شلون هسه مثلا عندك هاي فاعل was فعل ing معناها ماضي مستمر، شو تسوي أنت هنا؟ أنا تروح تجيب المفعول به اللي هو the gates تخليه بالبداية. مفعول به عندنا ذا جيتس هنا، مو شرط تجيب لك ذا جيتس او مفعول به اخر، تخليه وين؟ تخليه بالبدايه، خلي وراه لو وز لو وير، جمع راح اخلي وير، وراه ثابته بينج، بعدين تصريف ثالث، بعدين شو تخلي الفعل بالتصريف ثالث؟ يعني واز وير بينج هاي ثابته، لو وز لو وير بينج،
والفعل وين توديه؟ توديه للتصريف الثالث. زين، المضارع المستمر is low are والفعل ing. هسه مثلا عندك somebody is cleaning، somebody is cleaning مضارع مستمر. زين، المضارع المستمر شلون نحله؟ مفعول به the room، مفعول به بعدها الروم تاخذ is، وبينج هاي ثابته لانه دليل على الاستمراريه، والفعل تحول للتصريف الثالث cleaned يصير عندك. زين، اخر شيء ناخذ المضارع التام. المضارع التام have has تصريف ثالث، has تصريف ثالث. هذا شو تسوي؟ هم تروح تجيب المفعول به بالبدايه اللي هو the stairs، تخليه بالبدايه. بعدين احنا هنا شنو نجي؟ خلي لو have لو has، تاخذ have لانه جمع، والفعل تخلي بين ثابته، بعدين تصريف ثالث وينتهي عندك الحل، او تكمل التكمله الباقي. يعني اول اربع كلمات انت تشتغل عليها. استاذ زين، somebody وين راحت؟ فاعل. هذا شو تسوي له؟ تحذفه. بعد ما خلصنا المبني المجهول راح نجي على موضوع الفول والفولي. طلاب حبايب، موضوع الفول والفولي جاي 8 مرات بالامتحان الوزاري، فقط 8 مرات جاي، يعني مو ثابت بالوزاري، لو يجيك لو ما يجيك، بس انت حاول تقرأ وتضبط افضل لك. يعني ممكن يجي، ممكن هاي السنة يجيك دور اول، فيعني كافة الاحتمالات واردة. هذا بسيط جدا، يعني تقدر تعتمد على المعنى بالحل مالته، وتقدر تعتمد على ملاحظة واحدة من خلالها تقدر تضبط كل المواضيع. شو تقول هذه الملاحظة طلاب؟ تقول يابا احنا اذا لقينا بالجملة فعل رئيسي سواء قبل او بعد القوس، المهم فعل رئيسي، يا اما منتهي بأس، يا اما يكون ايدي، يا اما يكون عندك شاذ تصريف ثالث، واحد من ذولي، معناها هنا الفعل عندنا فعل بالجملة. واذا لقيت فعل بالجملة تختار الفولي. ما لقيت فعل بالجملة راح تختار هنا شنو؟ راح تختار هنا فول. مثلا عندك الجملة الاولى the story was beautiful or beautifully written، لقيت written تصريف ثالث فاختارينا beautifully. he drives فعل، drives the car carefully لو careful راح نختار carefully، لأنه شنو عندك هنا؟ عندك أنت drives فعل رئيسي. the picture was wonderful لو wonderfully painted، طبعا painted هنا تصريف ثالث، والتصريف الثالث تختار له fully، فنختار wonderfully. اوكي، هنا ذني الجمل هن فقط جاءت عندك بالامتحان الوزاري، اللي هنا جاية كل نقطة معدين 2 أو 3 مرات. بعد ما خلصنا موضوع الفول والفول، نجي على الموضوع اللي هو رقم 18 بالمراجعة مع القواعد، الضرورة وعدم الضرورة والمنع. طلاب، عندنا موضوع الضرورة وعدم الضرورة والمنع، موضوع يجيك فقط اختيارات من عنده بالامتحان الوزاري. طبعا انا راح اجي اختار الضرورة اللي هن must need to have to. شو وقت اختارهم؟ must need to have to نختارهم اذا لقينا بعد القوس مباشرة احد الافعال. يعني من القى put راح اختار واحد من ذولي، من القى slow راح اختار واحد من ذولي، من القى where راح اختار واحد من ذولي، من القى prevent اختار واحد من ذولي. استاذ زين، ذولي اثنينهم يجون بقوس واحد؟ لا، واحد منهم يجي بقوس، فاحنا نختاره في حال اذا لقينا واحد من ذولي وياه فقط بعد القوس مباشرة. زين، المنع اللي هو المصنت، شو وقت نختارها؟ إذا لقينا عندنا الأفعال بعد القوس jump smoke be، واحد من ذولي بعد القوس راح اختار مصنت مباشرة. زين، عدم الضرورة اللي هن don't have to، ما كنا هنا قوس عفوا فاصلة، don't have to كلها عبارة واحدة، أو needn't. عدا هذا نختار اللي هو عدم الضرورة. يعني إذا ما لقيت put slow where prevent ما راح تختار ذولي، اذا ما لقيت jump smoke be ما راح تختار المصنت، راح تختار واحد من ذولي. فنجي مثلا مثال، عندك المثال الاول شي يقول، ركزوا وياي، يقول when you get in a car، عندما تركب في السياره you need to لو needn't put، لقيت هنا أنا put، فش راح تختار؟ راح تختار need to. طبعا انا شارح لك اياهن ويا الامثله، يعني اكو شرح جواهن. نختار need to لانه لقينا put بعد القوس. drivers mustn't لو don't have to jump the red signal، قايل لك نختار mustn't لانه لقينا jump. فهو اصلا هاي الامثله هي شارحه نفسها، يعني شارحه نفسها بنفسها، ما يحتاج اقعد اشرح لك اياهن اني، شارحات لك نفسهن بنفسهن، فتقدر انت بس مجرد تعتمد على ذني الملاحظات اللي هن ايش قد؟ الضرورة والمنع وعدم الضرورة، نختارهم وش وقت؟ إذا لقينا بعد القوس فلان 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 نختار ضرورة، إذا لقينا بعد القوس فلان 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 نختار منع، وإذا ما لقينا لا هاي ولا هاي نختار عدم الضرورة.
بعد ما خلصنا موضوع الضرورة وعدم الضرورة والمنع، اجى الدور على موضوع الافعال السببية. عندك يا طلاب الافعال السببية ثلاث افعال، هاف والجيت هذني واحد شغلهن، والميك شغلها بواحد. يعني من يقول لك هاف هي نفسها جيت، ومن يقول لك جيت هي نفسها الهاف، بس الميك لا، الميك قاعدتها بواحد، ما لها علاقة بالهاف والجيت العفو نهائيا. ميك بواحد والهاف والجيت قاعدتهم بواحد. قاعدة الميك شو تقول؟ تقول عندنا فاعل بعدها نخلي ميت، بعدها مفعول به، بعدها فعل، وهذا الفعل لازم يكون مجرد. انت طالب ما تعرف تشتغل على اساس القاعدة، راح اعطيك خطوات حل. باول نجي ناخذ الميك. الميك انا عندي بها شغلتين، يا اما تلقى بالجملة told او تلقى بالجملة because. استاذ اذا لقيت told شو اسوي؟ شوفوا يا يعني. اذا عندنا told شو نسوي؟ نحذفها ونحط بمكانها شنو؟ made. نحذف التو ونكمل. شوف هسه عندي جمله، my mother told me to turn down the music، use make، استخدم make. my mother تنزل ما لي علاقه بيها، told تحذف تخلي بمكانها made، me تحذف والتو العفو مي تنزل والتو نحذفها ونكمل الجملة. استاذ ما افتهمت، تعال خلي افهمك. شي تنزل معلية بيها، told تحذف ونخلي بمكانها شنو؟ made. الهم تنزل، التو تحذف ونكمل الجملة. شوف هسه انا قايل لك نحذفها ونحط، يعني نحذف الميك ونحط made، اوكي العفو نحذف التولد ونحط made، وش نسوي بعد؟ نحذف التو ونكمل. يعني تجيك جملة بيها told تحذفها تخلي بمكانها made، بنفس الجملة تو تحذف وتكمل الباقي. نجي هسه اذا عدنا بيكوز شو نسوي؟ ركزوا وياي. اذا لقيت بيكوز انت ايش راح تسوي هنا؟ ما يراد لشي، طريقة الحل جدا بسيطة. باو عليه، اذا عندي هنا بيكوز شنو اللي راح اسويه يا طلاب؟ راح اروح اجيب اخر كلمة، اخلي قبلها ذا اللي هي ذا نويز، اخليها بالبداية. بعدين يعني هاي فاعل، هذا شنو هنا؟ عندك الفاعل. نجي نخليه وين؟ احنا الفاعل نخليه بالبدايه اللي هي نويز، صير ذا نويز. اذا هي قبل هذي فهاي خلاص، بعد قبل هذي تكتب كما هي. زين، ايش راح تسوي انت هنا؟ راح تخلي ميد وراها. احنا مو قلنا فاعل ورا ميد، الفاعل تلقاه بالاخير. هاي في حال لقيت بيكوز، فاعل وين تلقاه؟ بالاخير. تجيبه وين؟ تخليه بالبدايه، تخلي قبل ذا اذا ماكو ذا، وما تخلي اذا هو اصلا قبل ذا. زين، بعدها شو نسوي؟ بعدها نروح نكتب اللي موجود بداية الجملة. شوف، إذا بداية الجملة ضمير يحول إلى ضمير مفعول به. إذا اسم راح ينزل نفسه. إيش راح ينزل؟ راح ينزل نفس ما هو. استاذ يعني شلون؟ يعني أنا عندي هنا هي، الهي ما أجي أكتبها هنا هي، راح أكتبها مفعول به، ضمير مفعول به، فيصير عندي شنو؟ راح يصير عندي هم. الهي شو اسوي لها؟ احولها الى من؟ احولها الى هم. اوكي، اذا اي احولها الى مي، اذا شي راح احولها الى هر، بس انا عندي هي راح احولها الى هم. الفعل لازم نقعد نجرده من اصله، العفو الاصل الرجعه، بس نحذف الايدي مالته ويكمل لحد بيكوز. نحط نقطه، يعني طلاب الخطوه الاولى نجيب الفاعل الموجود بنهايه الجمله نخلي قبل هذا، بعدها شنو شو تسوي؟ تخلي ميد. الخطوة الثالثة الفاعل الموجود بداية الجملة تسوي مفعول به، إذا اسم ينزل نفسه، بس إذا ضمير لا، الضمير لازم هنا يحول. بعدها شو تسوي؟ بعدها الفعل تجرده وتكمل لحد because، تحط نقطة. شو هسه عندك هاي the leaves fell because of the wind، هنا أنا شنو ما يراد لها شيء؟ تروح تجيب الفاعل الموجود بنهاية الجملة هو قبل هذا، فتخلي تنزل نفس ما هو، تكتب الميد هنا، بعدها عندك هنا المفعول به اسم فينزل نفس ما هو، والفعل ترجع الأصل يصير عندك فول. وصلنا البيكوز، نحط نقطة وينتهي عندنا الحل. زين، نجي على الجيت والهاف. طبعا قاعدة الجيت والهاف هي شو تقول؟ تقول فاعل زائد جوت اذا قال لك استخدم لي جيت، وهاد اذا قال لك استخدم لي هاف، وبعدين مفعول به نفس القاعدة مال ميك، بس هنا تصريف ثالث عندك، لازم تخلي تصريف ثالث. زين، احنا نجي هنا شو نقول له؟ نقول له اكو شغلات نشتغل عليها. اذا لقينا اسكت بالجملة، ركز لي، اذا عندك شنو؟ عندك اسكت يا شباب،
الاسك شو تسوي؟ شوف هساني منطيك هنا أنا مخطط للحل، مخطط ما يحتاج بعد غيره، بس مجرد مخطط. عندك هنا أنا شوف قبل الاسك مثلا برشلونة، اسك ريال مدريد 2، هذا كله يحذف اوكي. فانت ايش راح تيجي تكتب؟ تكتب برشلونة. قال لك هاف تسويها هاد، قال لك جيت تستخدم جوت، بعدها المفعول به اللي موجود تستخدمه هنا، والفعل هذا تحوله الى التصريف الثالث. هاي في حال اذا لقينا اسك. شوفوا وياي هنا الجمله ماي فادر اسكت سمبادي تو فيكس ذا ويندو. نجي هنا ماي فادر تنزل ليه برشلونه، تنزل اسك سمبادي تو، كل هذا شو تسوي له؟ نحذفه. من هو المفعول به؟ ذا ويندو. تجي تنزلها بس قبلها تخلي هذا، لانه هو قال لك استخدم هذا، والفعل تحوله الى تصريف ثالث. واضح؟ واذا قال لك استخدم لي جيت تسويها جوت، ونفس الطريقه تشتغل عليها. يعني سالفه ما يراد لها شيء، بسيطه جدا. شوفوا وياي، يعني انت عندك جمله، هاي الجمله بها شنو؟ اسك. هذا القبله كله ينزل نفس ما هو، اسك الحد التو كله يحذف، يبقى هنا عندك المفعول به والفعل، تجي تستخدمهن شقلهم بس سوين المفعول به بعدين الفعل، وتستخدم قبلهم لو هات لو جات حسب الموجود حسب المعطى بالسؤال. هاي في حال اذا لقينا شنو؟ اسك. زين اذا لقيت اوف، فهنا ايش راح تسوي؟ باوع وياي اللي راح تسوي انت هنا شنو؟ ركز لي زين، ركز لي زين، تبل اللي راح تسوي يا طلاب ببساطة شنو؟ تجي الاوف تنزل وراها وتخلي هاد او جوت وتكتب القبلها، نزل وراها وتخلي هاد او جوت وتكتب وراها، والفعل الماضي ترجع الى تسوي تصريف ثالث. شوف هسه ايش كاتب لك هنا برياني، تجيبه بالبدايه تخلي لو هاد لو جوت، قبل الاوف دولمه تجي تخليها هنا ورا الهاد والجوت، والفعل موجود عندك وتوديه بالتصريف الثالث. شوف هنا جايتني a photographer took a picture of the witness. The witness وهاي ال a picture وهذا الفعل. بس دني ثلاث شغلات انا اريدها من عندك. تروح تجيب بالبدايه ال the witness تخليها بالبدايه، عندك بعدين had او got، وال picture تكتبها اللي هي قبل of، والفعل تحوله للتصريف الثالث it took يصير عندك taken. هاي الجمله كلش مهمه بالامتحان الوزاري. يابا يقول لك هذا الموضوع مرات يجي على شكل اختيارات سهله ما يراد لشيء، يقول لك اذا لقيت هاد او جات نختار تصريف ثالث، واذا لقينا تصريف ثالث نختار هاد او جات، اذا عندنا ميت نختار فعل مجرد، واذا عندنا فعل مجرد ايش راح نختار؟ راح نختار ميت. هذا في حال جاك اختيارات تحل حسب هذه القاعده او هذا المخطط اوكي. وعندك امثله او تمارين اللي هي هاي، طبعا انا بنزل شارح لك اياهن مع الامثله وكاتبك جوا ان شرح، نختار فلان شغله اللي عندنا شغله هيك، يعني جاي شارح لك اياها بالشرح كامل موجود عندك. بعد ما خلصنا الافعال السببيه بقى عندنا اخر موضوع اللي هو السؤال غير المباشر، مو غير مباشر، الغير مباشر غير المباشر، السؤال غير المباشر بقى عندك اخر موضوع بالقواعد. طلاب هذا الموضوع موجود عندك بالملزمه صفحة 38 اللي هو آخر موضوع. أنا ايش كاتب لك هنا؟ أنا شوف هذا الموضوع هذا من المواضيع المعقدة ومستحيل راح تفهمها وتحاول تفهمها من المراجعة، لذلك منك أريد شغلة واحدة تروح تشوفها باليوتيوب، راح أخلي لك المحاضرة تشوفها وتكملها وترجع تجاوب على الوزاريات مالتها. هذا الموضوع إذا شرحناه راح ما ننطي حقه بالمراجعة المركزة ولا جزء بسيط من حق مالته، ليش؟ اكو مواضيع يعني سهله، مثلا عندك هذا الموضوع ريبورتد العفو افعال سببيه، يعني ما يراد لشيء، الموضوع جدا بسيط. وايضا عندك هنا موضوع الضروره والمنع وعدم الضروره، يعني موضوع بسيط هم تعتمد على ملاحظات بسيطه، اما السؤال غير مباشر لازم يشوفه بشكل كامل. فيا اما تشوفه من خلال هاي المحاضره هنا اللي موجوده عندك مزم، او انت تكتب باليوتيوب السؤال الغير او سؤال الغير المباشر، تروح تقراه وترجع تجاوب على هاي الاسئله اللي انا خال لك اياها، تقراهم وتجاوب عليهم واحد واحد. عندك انا مخلي لك 19 سؤال كلهم وزاريات، تابعهم وتكمل الموضوع بشكل كامل، ولهنا ينتهي عندك
الجزء الثاني من جميع قواعد انجليزي السادس الاعدادي. لهنا انتهت عندنا المحاضرتين وخلصت عندنا القواعد. طبعا انا شرحت لك اياها بطريقه مبسطه جدا، يعني ما حاولت اعقدهن عليك. شرح الملزمه وافي وكافي لك حتى تفهمه في حال اذا انت كنت قبل قاري او انت ما قاري بس عندك وقت قصير جدا، تقدر تعتمد على الملزمه اعتماد كامل. وفي حال اذا كان عندك وقت هوايه اكثر تقدر تعتمد على المحاضرات ما يوتيوب، فافضل لك بالاخص القواعد. لكن هذا الشرح بسيط جدا، تقدر تستفاد من عنده ايام قليله وقصيره جدا. فنشوفكم ان شاء الله بخير محاضرات أخرى من المراجعة المركزة، وفي أمان الله.